السلام عليكم. العمل السادس إن شاء الله بهذه الوحدة هو Brain Stem and Cranial Nerve. Brain Stem نعرفه إحنا يتكون من ثلاث أجزاء: Midbrain، هذا هو Midbrain، وهاي Pons، والميدل أبلانجاتا الانفيريور بارت. هذا Anterior View of the Base of the Skull or Inferior Surface of the Brain. Inferior surface of the brain. نشوف focusing on the midbrain of brainstem. فقلنا ثلاث أجزاء. هذا the anterior surface of the midbrain. هذا the anterior surface of the pons. هذا the anterior surface of the medulla oblongata. Okay. The anterior surface of the midbrain يكون two cross cerebri. هاي كراس وهذا كراس، in between اكو interbedincular fossa، واخذناها بالتفصيل هاي ال contain of the interbedincular fossa اللي هي الثيرد oculomotor nerves، هذا oculomotor nerves، والposterior perforating substance mammillary body، والinfundibulum، هذا الinfundibulum and tuber sinuarium، هاي tuber sinuarium وهذا الinfundibulum، هذني اجزاء من الهايبوثالاموس. اوكي وقلنا تنتهي حدودها تبدي من الاوبتيك تراكت، هذا الاوبتيك تراكت، وسوبيريرلي انفيريرلي يكون الابر بوردر اوف ذا بونز، ابر بوردر اوف ذا بونز. لاترالي يكون انترو سوبرولاترال، هذا هي سوبرولاترال هو الاوبتيك تراكت، والانفرولاترال هو الكراس سيريبري. اي كونتينر، فالجزء اللي يهمنا هو هذا الكراس سيريبري اللي هو عباره يحتوي على الكورتيكو سباينال تراكت وكورتيكو بلبر تراكت، وكذلك كورتيكو بونتاين تراكتس، هذا كله موجود بهذا الجزء. اوكي، الجزء الامامي لان كله وايت وايت ماتر. اوكي، ونشوف ايضا الفورث يعني التروكيير نيرف، هذا الرابع، انه خارج منانه من البوستيرير سيرفيس، من الدورسال سيرفيس اوف الميدبرين، اند كيرف اراوند الكراس سيريبري. اوكي، تو ستراكشرز ار كيرفد اراوند الكراس سيريبري، الاوبتيك تراكت، هذا الاوبتيك تراكت، هذا كيرف فروم انتيرير تو ذا بوستيرير، والتروكيلير نيرف كيرفد اراوند الكراس سيريبري فروم بوستيرير تو ذا انتيرير. واضح يعني؟ هذا الانتيرير فيو اوف الميد برين. انتيرير فيو اوف ذا بونز، هذا يكون سوبيرير سيرفيس، يكون كونفكس، زين كونفكس، زين، وتشوفه بالميد لاين اكو جروف، هذا يكون بازيلر جروف، لان هنا يقعد البازيلر ارتري. اوكي، بازيلر ارتري، واكو اللاترال تيرمينيشن اوف ذا انتيرير سيرفيس هو اميرجنس اوف ذا الفيث كرانيال نيرف اللي هو ترايجمينال نيرف، تو بارتس، السمولر بارت هذا الموتور بارت، واللارج بارت هو السنسري بارت. اوكي، السنسري بارت بعده هو هاي الحدود الميد برين، هاي بعد الترايجمينال، هذا هو الميديال الميدل سيريبيلر بيدنكل اللي يربط البونز بالسيريبيلم، هذا هو السيريبيلم. اوكي، من قلنا من الانفيريور سيرفيس اوف ذا البونز راح نشوف يخرجن الاعصاب هذني اللي محصوره ما بين البونز والميدل. واضح هسه البونز ان شاء الله. ننتقل الى الانتيريور سيرفيس اوف ذا المدلة أبو لنجاتا، تكون مقسومة إلى two symmetrical hearts by median or vent median fissure، هذا median or ventral fissure، هذا زين يقسمه إلى two symmetrical hearts، كل جزء ب elevations، three elevations. الميديال وان هاي هي البيراميد، وهي عبارة عن كورتيكو سباينال تراكت، بعدها ما صار كروسنج، كروس ان ذا لور بارت اوف ذا البيراميد هنا
باللور بارت راح يصير بها كروسنج زين، ولا هي هنا بعد هنا نوت كروس زين. وهذن الثري اليفيشنز الموجوده بكل جزء من اجزاء الانتيرير سيرفيس اوف ذا المدلة او بلانجاتا مفصولات باي تو فيشرز، تو فيشرز، هذا الانترولاترال فيشرز وهذا البوسترولاترال فيشرز. الانترولاترال فيشرز يفصل البيراميد عن الاوليفز، هذا الاوليفز اللي هي النيوكليوس مو انسايد الانسايد هاي الاليفيشنز اكو الانفيرير اوليفري نيوكليوس اوكي. والبوسترولاترال فيشر يفصل الاوليفز عن الانفيرير سيريبيلر بيدنكل، هذا اللي يربط المدلة بلانجاتا بالسيريبيلر، هذا هو اوكي. ومن هذني الفيشرز تخرج نيرفات اوكي. من الانترولاترال فيشرز هذا يخرج روتلت اوف ذا الثري نيرز اللي هي الفيغاس والجلوسوفارينجيال والفيغاس والاكسسري زين. من الانترولاترال فيشرز اللي ما بين الاوليفز والبراميد هذا يخرج الروتلت اوف ذا الهايبوغلوسال نيرف، والهايبوغلوسال نيرف هو بيور موتر نيرف فور ذا مسلز اوف ذا التانك اوكي. وما بين الابر بوردر اوف ذا المدلة ابولانجاتا اند البونز اكو يخرجن الاعصاب التاليه، يخرج العصب السادس الابدوسن نيرف ما بين الانفيرير بوردر اوف ذا البونز اند المدلة ابولانجاتا، هذا العصب السادس ويكون على نفس الاستقامة ويا العصب الثالث نفس الاستقامة. بعد هذا العصب السابع، اثنين هذني العصب السابع اللي هو فاشيال نيرف اللي هذا اللارج وان هو السنسري والسمولر وان هو يسموه نيرفوس انترميدياس، نيرفوس انترميدياس والفاستيبيلو كوكيلر نيرف، هذا الفاستيبيلو كوكيلر الموست لاترال. وهاي المنطقة اللي خذناها قلنا عليها اسمها البونتو سيربيلو سيربيلر انجل اللي قلنا بيها شنو نشوف هذا الفوليكولاس والكورويد بلكسس والأعصاب هذن اللي قلنا عليها السابع والثامن. واضح هاي الانتيرير ريفيو. هاي همينة صورة ثانية الانتيرير ريفيو، هذا الانتيرير سيرفيس اوف ذا بونز وهذا العصب الخامس، وهاي الانتربيدنكلر فوسه هاي الكراس، هذا العصب الثالث، وهاي الاوبتيك كيازما الاوبتيك نير بعدين يصير اوبتيك كيازما، بعدين من البوسترولاترال اسبيكت اوف ذا كيازما يخرج الاوبتيك تراكت، هذا الكيرفد اراوند الكراس سيريبري اوكي. وهاي الكونتين اوف ذا الانتربيديكولار فوسا هاي الماميلاري بوديز زين. وهذا العصب قلنا الترايجمينال نيرف، وهذا العصب السادس اللي يخرج ما بين الانفيرير بوردر اوف ذا بونز اند ذا ميدل اند بيراميد اند ذا البيراميد. وهذا هو الميديان فنترال سلكس مال المدلة ابولانجاتا اوكي. وهذا هو البيراميد زين. الانفيرير بارت اوف ذا البيراميد يصير كروسنج للكورتيكو سباينال تراكت، واضح اني. وهذا هو السيريبيلم، وهاي هو التونسل اوف ذا سيريبيلم، شوف هاي هي التونسل اوكي. وهذا الانكس، الانكس اوف السيريبرم، واضح اني. هاي البوستيرير فيو، بالبوستيرير فيو ايش راح تشوف؟ هاي البوستيرير فيو اوف البوستيرير سيرفيس اوف ذا ميدبرين، البوستيرير سيرفيس اوف ذا بونز، البوستيرير سيرفيس اوف ذا المدلة ابولانجاتا. البوستيرير سيرفيس اوف ذا البونز الكاركترستيك تشوفه فور اليفيشنز، سوبيريور كولوكلاي اللي قلنا هي سنتر فور ذا فيجوال ريفلكسس، يعني كوردينيت الاي موفمنت وذ ذا الهيد موفمنت اوكي. واللور والانفيرير هاي سوبيريور كولوكلاس وهاي الانفيرير كولوكلاس. الانفيرير كولوكلاس هي اوديتري سنتر، اوديتري سنتر، وهذا هاي البينيال جلاند اللي هي جزء من الداينسفالن، هذا كله هو الداينسفالن، هذا كله الداينسفالن اوكي. وهذا هو الفورث فنتريكلز،
هذا هو الفور فنتريكلز، وهنا هذا البلفونير الجزء البوستيرير اسبيكت بوستيرير بلجنج اوف ذا اوف ذا الثلامس. اوكي، ومن عنده من البلفونير اكو تو اليفيشن بوستيرير لهذني هذا النهايه، هذا اللاترال جينوكليت لاترال جينوكليت بودي، وهذا الميديال جينوكليت بودي. الميديال جينوكليت بودي communicated via inferior fascicula calculus بواسطة inferior brachium، هذا inferior brachium، والsuperior superior fasciculus communicate via lateral by superior brachium. مبين منا هذا شوية بس، أوكي؟ هذا lateral، هذا medial، أوكي؟ فالmedial هو auditory، medial genuculate medial genuculate body هو auditory functions، واللاترال هو for visual function، visual center، visual center. هذا ال posterior surface of the of the midbrain، وتشوف هنا ال emergence of the trochlear nerve. من قلنا مو يطلع من ال posterior surface ويصير له decussation، decussation يعني اليمنى يروح لليسرى، النيرف اليمنى يروح لليسرى يسرى يروح لليمنى، وكيرفد اراوند الكراس سيريبري فروم بوستيرير تو انتيرير، وشفناه بالصوره السابقه انه طالع بالبوستيرير فيو. اوكي، هسه تيجي على البوستيرير او الدورسال سيرفيس اوف ذا البونز، هذا ابسكيورد باي السيريبيلم. لازم نفتح السيريبيلم، نفتح السيريبيلم، فراح نشوف البوستيرير سيرفيس. بعد ما نفتح راح نشوف البوستيرير سيرفيس اوف ذا البونز and the upper part of المدلة أبو لنقاتا obscured by cerebellum، فلازم نفتحها يلا نشوفها. فهذا هو، فإحنا نسميه هذا يعني the posterior surface of the pons and the upper part of the المدلة أبو لنقاتا نسميه the floor of the four ventricles. هذا the floor of the four ينقسم إلى two parts، the upper part اللي هو the posterior surface of the pons، واللور بارت هو the posterior surface of the المدلة بلنقاتا by هاي transversely running fiber اللي هي internal arcuate fiber، تقسمه إلى two parts. زين، the upper part قلنا هو the posterior surface of the pons، ويكون the posterior surface of the pons مقسوم إلى two symmetrical halves by median sulcus. هذا median sulcus إلى two symmetrical halves، كل halves بي شنو الميد elevation، هاي medial elevation medial swelling يعني longitudinal swelling موجودة بي، وهاي longitudinal swelling ال inferior part مالتها يسموها median eminence، هو هذا longitudinal swelling، وال inferior end مالتها يكون expand يسموها facial calculi ناتجة من ال curving the facial nerve curved around the abducens nuclei. زين، abducens nuclei هاي داخلها يعني داخل. lateral to the medial eminence أكو هنا another fissure اللي هو sulcus limitans اسمه، هذا sulcus limitans. أوكي، sulcus limitans هاي المنطقة كلها، المنطقة اللي موجودة lateral إلى sulcus limitans يسموها vestibular area. vestibular area هي lateral area اللي موجودة بكل الفلور، يعني تمتد بالبونز والمدلة بلنقاتا هاي كلها منها لهنا، هاي vestibular area. اوكي، هسه خلصنا هذا الجزء الاول مال الفلور of the four ventricle. الجزء السفلي of the floor of the ventricle قلنا هو شنو، هو عبارة عن the upper part of the posterior surface of the medulla oblongata. هذا هو the posterior surface of the medulla oblongata. ينقسم إلى قسمين. The upper part هذا من ضمن the floor of the. واللور part هذا يسموه closed part لأنه the central canal موجود به. بينما the upper part هذا من ضمن the fourth ventricles. شبيل أو the upper part. نشوف هم أنه ينقسم إلى two symmetrical halves وكلها ب two triangles. هاي الميديان وان يسموها تراي جيمينال تراينجل لانه داخلها شنو تراي جيمينال نيوكليار،
lateral إلها هاي vestibular triangle لأن يعني dorsal nuclei of the vagus vagus أقول vagal trigone هذا hypoglossal trigone وهذا vagal trigone okay vagal trigone يا nucleus موجودة به موجودة به dorsal nuclei of the vagal nerve وهاي ال hypoglossal nuclei موجود به hypoglossal nucleus okay وهاي المنطقة هي continuation ل الفستيبولار اريا هاي الفستيبولار اريا واضح هسه هذا البوستيرير سيرفيس اوف ذا الابر بارت اوف ذا ميدل اوبلانكاتا اللور بارت بوستيرير سيرفيس اوف ذا اللور بارت اوف ذا ميدل اوبلانكاتا هم نشوفه بي شنو هم ينقسم الى قسمين متناظرين بوستيرير فيشر هذا بوستيرير فيشر ينقسم الى قسمين كل قسم شنو بي بي 3 اليفيشنز هاي الميديان وان هي ال الجراسيل تيوبركل والأبر إند مالتها جراسيل هو جراسيل فاسيكولاس والأبر إند هي جراسيل تيوبركل هاي جراسيل تيوبركل اللاترال هاي كيونيت فاسيكولاس والأبر إند كيونيت تيوبركل لأن موجود بها الكيونيت نيوكلياي أوكي اللاترال الثالث هاي الليفيشن الثالث هي الإنفيريور سيريبيلر بيدنكل إنفيريور سيريبيلر بيدنكل واضح ان شاء الله وهذا هو الانتيرير فيو مال الميدبرين هذا قلنا الكراس وهذا الانتيرير سيرفيس وهذا هو البيراميد وهذا هو الاوليف وهذا العصب السادس هذا العصب السادس وهاي الاوبتيك نير هاي اوبتيك كيازما وهاي الماميلاري بودي هاي الماميلاري بودي وشوف الاوبتيك تراك ايش فيه كيرفد اراوند الكراس سيريبري واضح هذا بهيك الصوره وهنا عندنا شنو الانتيرير سيرفيس اوف ذا البونز اللي هذا الميديان سلكس البازيلر سلكس اللي يقعد به البازيلر ارتري زين وهذا العصب السادس ما بين الانفيرير بوردر اوف ذا البونز اند البيراميد وهاي الاوليفز وهنا العصب السادس العصب السابع اللي هو فيشيال نير زين الفيشيال نير وهاي هاي البونتو سيريبيلر انجل اللي بيها قلنا الفلوكلاس اوف ذا سيريبيلم والكورويدال بلكسس واضح هذا الفيو هم بوستيرير فيو فور ذا بوستيرير سيرفيس اوف ذا الميدبرين الكوليكولاي هذني الكوليكولاي انفيرير والسوبيرير وهذا البروكم انفيرير بروكم وهذني شنو لنا هذني هاي الانفيرير بروكم رايح للميديال جينيكوليت بودي واللاترال هذا هنا اللاترال يكون بعيد اللاترال يكون بعيد اوكي وهذا شنو هذا هو الداينسفالون هذا تجويف الداينسفالون هذا هو الداينسفالون اوكي هذا هو الداينسفالون وهاي السبتم بلاسيدم وهذا هو اللاترال فنتركل وهاي الكوربس كولوزم كوربس كولوزم هاي الكوربس كولوزم سبتم بلاسيدم الفورث الثيرد فنتركل الداينسفالون هاي الداينسفالون هذا الكوديت هاي الكوديت نيوكليوس وهاي هاي الثلامس وهاي هي الثلامس وهاي البولفونير اللي هو البوستيرير بروجكشن اوف ذا الثلامس اوكي فرق بين هاي المنطقه هي الكوديت بينما هاي هي الثلامس اوكي وهذا هو التجويف اوف الفنتركل وهذا اللي عرفناه نشوف اوكي هذا هو البوستيرير فيو فور ذا or the floor of the fourth ventricle بعد ما نفتح السيريبيلم فتحنا السيريبيلم منا نشوف التجويف فنشوفه يتقسم الى قسمين هذا بهاي الفايبر الانترنال اركويد فايبر ما مبينه مبين شنو الجزء هذا مال البونز posterior surface of the bones وهذا posterior surface of the upper part of the medulla نشوفه يضيق هنا نشوف يضيق لما يبدا باللور بارت فهاي منطقة الأوبكس يسموها المنطقة اللي يضيق بيها الفورد فنتركل يسموها الأوبكس زين فهاي هنا شنو موجود هاي هنا موجود الميديان إمينس والإنفيريور أند أوف الإنفيريور إمينس إكسباند تكوين الفيشل كالوكولاي وعرفنا شنو الفيشل كالوكولاي أوكي وهاي المنطقة هي الفستيبولار ترايجون فستيبولار ترايجون هنا هذا تو تراينجل عندنا هذا التراينجل اسمه تراجمينال هايبوغلوسال تراينجل
وهذا هو الفيجل تراينجل. هاي الفيجل تراينجل زين، وهاي الخسف البيناتهن يسموها فوفية. هاي يسموها فوفية، هاي يسموها الفوفية، الخسف ما بين الترو تراينجل، هذا الفيجل هايبوغلوسال وهاي الفيجل. اوكي الفلور، الفلور اوف ذا شنو يمثل لي؟ يمثل لي البونز اند الميدلا ابلانكاتا. يعني واضح الميدلا ابلانكاتا زين. هاي شنو هسه؟ هذا البي هنا، البي هي الترايجمنا هايبوغلوسال ترايجون، والاي هي البيجل ترايجون. وهنا شنو هاي هسه؟ احنا صرنا بال lower part of the posterior surface of the medulla oblongata بال open part. اوكي لان هنا ضاق، هاي ضاق، هاي منطقة الاوبكس تمام. وهنا عندي two enlargement زين. هاي هنا gracile tubercle وهنا cunate tubercle، واضح. هسه خلصنا الجروس ابيرنس، نيجي على الكروس سكشن. كروس سكشن راح ناخذ مقطع من كل جزء. فهسه هذا مقطع كاركترستيك فور ذا ميد برين، يكون يكون انتيريرلي بانتربيدنكلر فوسا محصوره بتوين تو كراس. هاي الكراس، هذا كراس وهذا كراس، ويتقسم الميد برين الى تو بارت بواسطه السيريبرال اكويدكت، الى البوستيرير بارت يسموه تكتم، والانتيرير بارت يسموه تيجمنتم. تيجمنتم يتقسم الى تو بارت بواسطه ترانسفيرسلي رننج باند او بيجمنتد باند زين، اللي هي سبستانشيا نيجرا. الانتيرير لها هو الكراس سيريبري، وقلنا بها شنو؟ بها الفايبرات النازله من الكورتكس الى اللور اوردر النيورون، اللي بيها كورتيكو سباينال وكورتيكو بلبر وكورتيكو بانتاين تراكس زين. وهاي هي الريد نيوكليال، هاي هي الريد نيوكليال. اوكي الريد نيوكليال، واضح الريد نيوكليال. هذا الشكل العام الى الميدبرين. فعرفنا هسه هنا شنو هذا؟ هاي هي السبستانشيا نيجرا، وهذا الكراس سيريبريل قلنا بيها كورتيكو بلبر كورتيكو سباينال تراكت اند كورتيكو بونتاين تراكت. هذا المقطع هو مقطع البونز، مقطع البونز. البونز يكون بالتجويف هو الفورث فنتريكلز، ويبين الثري بيديكلز سوبيريور والميدل والانفيريور، يبين الانفيريا بس بالمقطع العلوي. من ناخذ مقطع علوي من البونز ما يبين الانفيريا، بالمقطع السفلي يبين الانفيريا والميدل، بالمقطع العلوي للبونز يبين السوبيريا والميدل. اوكي المقطع العلوي واضح اني، ومبين هنا يكون ترانسفيرسلي رننج بونتاين فايبرز وبونتاين نيوكلياي موجوده هنا بالانتيريور بارت. اوكي وهنا جروفز موجود على الفنترال سيرفيس وبازيلر جروف. هذا الكاركترستيك ابييرنس اوف ذا الميدولا اوبلانجاتا بالكروس سكشنز ب 3 اليفيشنز. هاي الانتيريور، هذا الانتيريور وهذا البوستيرير. انت بوستيرير يكون هو يحد الكافيتي اوف ذا فورث فنتريكلز، وانتيريرلي ب 3 اليفيشن. هاي اول وحده قريبه بالميد لاين هي البيراميد، بعدين تجي الاوليف، بعدين يجي الانفيرير الانفيرير سيريبيلر بيدنكل، وهاي هي الاوليفز. الاوليف يكون شكلها كاركترستيك ابييرنس. اوكي وهنا هاي الاليفيشن الموجوده بالفلور اوف ذا هاي الدورسال الميديان وان يكون هي ترايجمينال العفو هايبوغلوسال ترايجون، هاي النيوكليال هاي هنا، وبصفها الفيجل ترايجون. هاي الفيجل ترايجون. اوكي فيجل ترايجون زين. انتيريال للفيجل ترايجون اكو هاي تراكتس سليتوريوس او النيوكليوس سليتوريوس هنا، وبالنص هنا امبيغس. الامبيغس النيوكليوس، اهم امبيغس ما واضحه زين، بس السليتوريوس هاي واضحه زين، هاي من هنا ومن هنا. اوكي كرينيال نيرفز، الكرينيال نيرفز عرفنا احنا الكرينيال نيرفز عندنا 12 بيرز. الاول والثاني يكون بيور سنسري زين، وهذني دايركتلي كونكتد ويا السيريبرم. اوكي
الفاكتوري والاوكيلوموتر الفاكتوري والاوبتيك. الثيرد الاوكيلوموتر هذا موتر اند باراسمباثيتك فايبر تو اول اكسترا مسل اكسبت عضلتين اللاترال ريكتس والسوبيريور اوبليك اند باراسمباثيتك تو ذا انترا اوكيلر مسل اللي هي سيلياري مسل والكونستريكتر بابيلي مسل. اوكي العصب الرابع تروكليير نيرف هذا موتر نيرف فور ذا سوبيريور اوبليك مسل احدى عضلات الاكسترا اوكيلر مسل. اكسترا اوكيلر مسل هي مجموعتين اكسترا ريكتس واوبليك. الريكتس اربع سوبيريور انفيريور ميدل لاترال الاوبليك سوبيريور اوبليك انفيريور اوبليك كلهن يتجهزن بالاوكيلوموتر ما عدا اللاترال ريكتس تتجهز بالابدوسنت والسوبيريور اوبليك تتجهز بالتروكليير. اوكي الترايجمينال نيرف هذا ميكسد نيرف موتور فور ذا المسل اوف ذا ماستيكيشن اند سنسوري فور ذا السكن اوف ذا الفيس كله. اوكي الفيشيال نيرفز هذا هم ميكسد موتور فور ذا المسل اوف ذا فيشيال اكسبريشن المسل اوف ذا ماستيكيشن هذا اني اربعه اللي العضلات التي تحرك الفتش زين انها اربعه الماسيتر مسل الميديال تريجويد اللاترال تريجويد والتمبرالس زين اربع عضلات هذه اما بقيه عضلات الوجه فيسموها فيشال اكسبريشن زين اللي تتحكم بغلق وفتح العين والانف والحلق زين وكذلك يحمل special sensation for test sensation مو كل التانك الانتيرير 2 ثيرد اوف ذا تانك. اوكي البوستيرير 1 ثيرد اوف ذا تانك بالجلوسوفارنجيال. اوكي جلوسوفارنجيال جلوسوفارنجيال العصب التاسع يجهز عضله واحده هي ستايلوفارنجيوس مسل احدى عضلات الفارنكس وكذلك special sensation be for the posterior 1 ثيرد اوف ذا تانك. الثامن هذا بيور سنسري فور هيرنج اند اكوليبيريوم. العاشر الفيغاس هذا ميكسد تو ذا تو اول الثوراسيك اند ابدومينال فيزرا اب تو ذا رايت 2 ثيرد اوف ذا ترانسفيرس كولر. اكسسوري مسل الاكسسوري نيرف هذا موتور فور ذا 2 مسلز اوف ذا نيك اللي هي ترابيزيوس اند ستيرنوكليدوماستويد مسل. هايبوغلوسال نيرف هو بيور موتور فور مسل اوف ذا تانك. اوكي فهذا عرفناه من النيربات هذا هو الفاكتوري نيرف قلنا هذا الفاكتوري تراكت قلنا اجزاء الفاكتوري روتلت او الفاكتوري بالب الفاكتوري تراكت الفاكتوري سترايا الفاكتوري سترايا رايت هاي لاترال وميديال. الميديال تروح المن تعبر بواسطه الانتيرير كومشور الى السايد الثاني للأوبتيك تراكت الثاني بينما اللاترال هاي تروح إلى الألفاكتوري أريا. أوكي الألفاكتوري أريا زين. الأوبتيك نيرف هذا عندنا الأوبتيك كيازمة اللي يجي بعد أن يتحد التونير أوبتيك نيرف يكون كيازمة من الكيازمة يطلع لنا تراكت هذا التراكت اللي قلنا يكون كيرفد أراوند الكراس سيريبري يروح إلى الجينيكوليت بودي لاترال جينيكوليت بودي اللي شفنا صورته بالسابق إن شاء الله. اوكي العصب الثالث هذا العصب يطلع من العصب الثالث والرابع يطلع من الميدبرين بس واحد يطلع من الانتيرير سيرفيس واحد يطلع من البوستيرير سيرفيس. ها جايين من البوستيرير مسوي كيرفينج اراوند الكراس سيربري وظاهر بالبوستيرير سيرفيس. اوكي العصب الخامس هذا مميز يظهر من الفنترال سيرفيس اوف ذا بونز ويكون عصب كبير. اوكي عصب كبير. العصب السادس هذا يطلع ما بين البونز اند البارامتر هذا العصب السابع يجهز عضلة واحدة. أوكي العصب السابع هذا يكون جزئين جزء smaller وجزء larger. ال smaller هو nervous intermedius اللي هذا يشبه بباراسمباثيتك فايبر for the salivary gland and lacrimal gland and شنو بعد بي special test fiber. أوكي والعصب اللي بصفه هذا الأخير العريض هو الفستيبيلوكوكيا. أوكي العصب هذا ما بين الطالع لي من الانترولاترال فيشر اللي ما بين البرامد والأوليف هو الهايبوغلوسر روتلت زين.
وهنا بالاخير اللي من اللا من البصرو لاترال سلكس اللي يطلع ما بين الاوليف والانفيرير سيريبيلر بدنكل هي العاشر وال11 وال12 الفيجاس والجلوسوفارينجيال والاكسسوري. اوكي والاكسسوري واضح. هذا هو العصب الثالث. هذا قلنا يجهز كل عضلات العين ما عدا عضلتين اللي هي سوبيريور اوبليك واللاترال ريكتس وبارا سمباثيتك الى عضلتين من عضلات الانترا اوكلر مسل اللي هي السفنكتر بابلي اند سيلياري مسل. اوكي هذا اذا صار له باراليسيس راح يصير العين يصير بيها دايفرجنس اوت اند داون. العين فكسد ما تتحرك من تحركها ما تتحرك تبقى العين شبيهه يعني دايفرج يعني منحرفه الى الخارج واوت الى الخارج وداون اوت اند داون. زين العصب اللي بعده هذا هو العصب الثالث نفسه صوره ثانيه للعصب الثالث. هذا العصب الاوبتيك نير والاوبتيك كيازمه. واضح اوبتيك نير والاوبتيك كيازمه واضح. وهذا الرفيع جدا هذا هو العصب الرابع ده يسوي كيرفينج اراوند الكراس سيريبري اراوند الكراس سيريبري. واضح يعني هاي الصوره واضحه. هذا هو الانكس هنا هذا الانكس هذا هو الاوبتيك كيازمه العفو الفكتوري نيرف هاي الاوبتيك كيازمه. زين هاي اوبتيك تراك هذا الكراس سيريبري هذا الكراس سيريبري وهذا هو البازيلر ارتري البازيلر ارتري. وهذا هو العصب الرابع اللي يجهز لي عضله واحده هي السوبيريور اوبليك اللي تحرك العين داون اند اوت داون اند اوت تحرك العين. واضح. هذا هنا العصب السابع العصب السابع. زين العصب السابع هذا هنا هسه دا يطلع لي العصب الرابع اللي حكينا عليه العصب الرابع هو نفسه هذا العصب الرابع. هذا هنا العصب السادس العصب السادس اللي يجهز لي عضله واحده اللي هي اللاترال ريكتس تحرك العين اوت يعني الى اللاترال سايد الى التمبرال سايد. اوكي لاترال تحرك العين لاترال. زين وهذا الترايجمينال نيرف يطلع من الانتيرير سيرفيس اوف ذا الانتيرير سيرفيس اوف ذا البارامي. وهذا قلنا العصب السابع العصب السابع قلنا ميكسد نيرف سنسوري موتور اند باراسمباثيتك. زين فور ذا المسل موتور فور ذا المسل اوف ذا فيشال اكسبريشنز. اوكي اند باراسمباثيتك تو اللاكريمال جلاند اند السليفري جلاند مع السليفري جلاند اللي اسمه اللي سب مندبلر والسب لينجوال مو الباراتيد الباراتيد غير من غير واحد. اوكي هذا الفستيبولو كوكليار فستيبولو كوكليار هذا هو الفيشيال هذا هدا نأشر على الفيشيال نيرف. زين وهذا الفستيبولو كوكليار. زين هاي الفستيبولو كوكليار هذا جلوسوفارينجيال نيرف قلنا يجهز عضله واحده ستايلو فارينجيس ماسلز وكذلك سبيشال سنسيشن فور ذا بوستيرير وان ثيرد اوف ذا تانك. زين هذا الفيجاس نيرفز هذا الفيجاس نيرفز فور ذا اول ثوراسيك اند ابدومينال فيسرا اب تو ذا الرايت تو ثيرد اوف ذا ترانسفيرس كولوم. زين هذا الاكسسوري نيرف اللي يجهز عضلتين اللي هي ترابيزيا او من عضلات النك اللي هي ترابيزياز اند ستيرنوكليدوماستويد ماسلز. زين وهذا هو الهايبوغلوسال نيرف هايبوغلوسال نيرف. هنا السؤال يجي مثلا يجي سمي عضله واحده من النيرفات الاتيه. هذا النيرف هو الابدوسيت نيرف اللي يجهز لي اللاترال ريكتس اللي تحرك العين لاترال. زين وهذا هو الفيشيال نيرف هذا يجهز عضلات الفيشيال اكسبريشنز اوف ذا الفيس. هذا المقطع مهم جدا. هذا المقطع مبين لك مقطع الميد برين هذا المقطع الميد برين ومقطع من الانفيريور سيرفيس للسيريبيلم والتمبرال هذا التمبرال لوب هم مقصوص وهذا الانفيريور سيرف اوف ذا الفرونتال لوب. زين هذا الاوبتيك تراكت وهاي اوبتيك نيرف اوبتيك كيازمه العفو هذا الفاكتوري نيرف الفاكتوري تراكت هاي الفاكتوري بال. زين وهاي الفاكتوري اوبتيك نيرف اوبتيك كيازمه وهاي الاوبتيك اوبتيك تراكت
مسوي كيرفينج، شوف مسوي كيرفينج، بعدين يجي وين يصب بالاخير؟ يصب بال باللاترال جينيكليت بودي. هاي اللاترال جينيكليت بودي، هاي اللاترال جينيكليت بودي، وهاي الميديال جينيكليت بودي، اجزاء من الميد برين، اجزاء من العفو اجزاء من الهايبوثالامس. وهذا هو الميد برين، هذا هو الميد برين، هاي البوستيرير سيرفيس، هاي الكالكولاي تكتم، وهاي هو الانتربيدنكلر فوسا، وهذا الكراس سيربري، وهاي سبستانشيا نيجرا، وهاي الريد نيوكلي، وهاي السيربرال بدنك اكودك، سيربرال اكودك، زين سيربرال اكودك، واضح يعني سيربرال اكودك. وهنا كلهم كاتب هنا يعني المعلومات، زين. وهنا الانتيريور كاروتيد ارتري، هذا الانتيريور كاروتيد ارتري، انتيريور كاروتيد ارتري، زين. بس يجيك هذا السؤال يقول لك شنو شنو النيرف الافكتد بهذه الحالات، هذا شنو عنده، هذا يصير مني مني بروتيريود هيستون، من تقول للمريض طلع لسانك يصير بي ديفيشن، فاذا صار بي ديفيشن يعني هذا صار عنده بي بارالايسيس اوف ذا هايبوغلوسال نيرف، بس يا نيرف رايت لو ليفت، طبعا تعرفه انت من الديفيشن، التونغ ديفييتد تو ذا افكتد سايد، تو ذا افكتد سايد. ليش؟ لانه العضلة اللي responsible for protrusion للتانك هي genoglossus muscles. فهاي genoglossus muscle إذا صار بها weakness من سايد واحد، فال genoglossus of the opposite side راح تدفع التانك towards the affected side. Okay؟ واضح؟ هذا هنا. هنا إيش عنده هذا؟ هذا عنده facial palsy. بس الفاشيال palsy مالته يكون وين؟ يكون بالانفيريور فيس، مو بالسوبيريور. ليش؟ شلون عرفت اني مو بالسوبيريور؟ لان هو هذا الافكتد سايد، هذا هنا البارالايسيس من هذا السايد، فصاير ديفيشن للنورمال سايد، زين. للمالت هنا من تقول له رينكلينج، شوف رينكلينج للفيس تظهر عنده هنا الخطوط هاي الكريسيس، معناه هذا نورمال، بينما هنا ما ظهرت، يعني معناه هاي بارالايسيس، فصاير عنده بارالايسيس العفو للفيس كله، الابر بارت واللور بارت. شلون عرفت الابر بارت؟ لان هنا absent of the forehead creases، ما صار من اقول له ارفع حاجبك. واثنين، شلون عرفت اللور فيس affected؟ اولا absent لهذا النيزولابيال فولد، اثنين deviation للماوث to the normal side، واضح. فهذا عنده شنو الكمبليت فيس افكتد، يعني معناه اللور موتور نيورون اوف ذا فيشن نيرف افكتد، زين. هنا عنده شنو ديفيشن للماندبل، الماندبل ديفيشن، فرق هاي الصوره عن هاي الصوره، هذا ديفيشن للانجل اوف ذا ماوث، هذا ديفيشن اوف ذا الماندبل، يعني ترايجمينال نيرف، لانه المسل اوف ذا ماستيكيشن اللي تحرك الماندبل هي افكتد. اوكي، هنا شنو عنده ديفيشن اوف ذا هاي اليوفيولا، اليوفيولا من اقول له افتح حلقك واضاو على اليوفيولا اشوف شيئين، اشوف انه اذا صار عنده الفيغاس نيرف باراليسيس، اشوف ديفيشن اوف ذا اليوفيولا تو ذا النورمال سايد، زين. هاي واحدة. اثنين، اشوف الارش هذا الجلوسو البلاتو جلوسال فولد هذا اشوفه نازل فلات، بينما النورمال هذا صاعد، ماكو، شوف هذا علوه، هذا مو مثل علو هذا، فمعناه شنو؟ هذا صاير بي باراليسيس، صاير بي باراليسيس، زين. فالديفيشن باليوفيلا تصير تورز ذا النورمال سايد، بينما بالديفيشن اوف ذا تانك تورز ذا الافكتد سايد. اوكي، والفيشن نيرف شلون تعرفه؟ الفيشن نيرف هنا. ليش؟ لانه النيوكليوس، شوف هسه هاي النيوكليوس اوف كرينيال نيرف اندر كنترول اوف ذا كورتيكو بالبر تراك من الكورتكس، زين. فالكورتكس كورتيكو بالبر تراك تجي تغذي التو نيوكليي، كنا كل الفيشن نيوكليي اللي موجوده بالبونز تتكون من جزئين، جزء مسؤول على الابر فيس muscles والجزء مسؤولة على اللور فيس muscles. الكورتيكو بالبر
It's bilaterally innervated the upper part اللي responsible على the upper face. زين؟ بينما the lower part المسؤول على the lower face muscles هذا innervated contralaterally. Contralaterally. واضح؟ Contralaterally. لذلك من يصير lower motor neuron lesion يصير عندك contralateral lower face palsy. زين؟ فهذا هنا نشوف شلون تعرف انه عنده عند loss of the nasolabial fold and deviation of the tongue towards the normal side. اثنين absent of the forehead wrinkle. absent هذا يعني هذا الaffected side. زين واليوفيلا هاي عندك شوف هاي اليوفيلا هذا الجاج ريفلكس يسموه هذا جاج ريفلكس عنده تدخل تدخل القصبه وتلمس البوستيرير سيرفيس اوف ذا الفورنكس اور اليوفيلا اور بوستيرير بارت اوف ذا تانك فراح يصير عنده لازم جاج ريفلكس فهذا الجاج ريفلكس الافرنت مالته جلوسوفارنجيس والافرنت هو الفيغاس زين فاذا سويت هذا الجاج ريفلكس وشفت عنده ديفيشن لليوفيلا وفلاتنينج للارش البالاتوغلوسال ارش يعني صار عنده فيغاس بالس الفيغاس نيرف بالس هاي الانديكيشن هذا الفيغاس نيرف يوفيلا اوي يعني اوي والتانك تورز ذا الافكتد سايد وهاي علامات الافكشن اوف ذا الفيغاس نيرف زين ديفيشن قلنا افكتد تورز الافكتد سايد عندك بعد الاي بالبرايمري بوزيشن الاثنين العينين يكونن شنو تو بالسنتر بان تقول له حرك عينك الى اليسرى راح تتحرك تتحرك هاي العين اللي حرك عينك الى اليمنى فاليمنى تتحرك الى النيزل سايد والى التمبرال سايد واليسرى راح تتحرك الى النيزل سايد هذا نورمال يعني يصير لها ادكشن اذا ما صار لها ادكشن معناه شنو معناه الانتر نيوكليير يسموه انتر نيوكليير ابثالموبليجيا يعني مضروب عنده الميديال فاسيكولاس الميديال 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 لونجيتودينال فاسيكولاس اوكي بالستريت من يباوع عدي الاثنين العين للامام زين من تقول له باوع الى الرايت راح يصير لها ابدكشن فالرايت تتحرك لاترالي والليف تتحرك ميديالي من تقول سوي باوع الى اليسرى الرايت راح يصير الرايت ما تصير بها ابدكشن ان ايبل تو ابدكشن بينما اليسرى تتحرك الى اللاترال سايد اوكي بالاكوموديشن من تقول له باوع على القريب اللي يشوف اليمنى ابدكتد كان ابدكتد during accommodation but cannot abduct cannot abduct in following the object. واضح؟ هاي يعني الانتر نيوكليير ابثالموبليجي. زين؟ الاوكيلوموتر نيرف بالسي الثيرد نيرف الاي ديفييت اوت اند داون. اوت اند داون مثل هاي الحاله. شوف العين ايش بيها متحركه؟ اوت اند داون ودايليتد ودايليتد بيوبل والبتوسز عنده بارشال بتوسز. هذا بارايسيز اوف ذا ثيرد نيرف. بارايسيز اوف ذا فورد نيرف العين تتحرك up and out up and out ولهذا يصير عندهم دبلوبيا فعلى مود يتجنبون الدبلوبيا يصير عندهم شنو ال head tilting to the affected side to avoid دبلوبيا زين ال six nerves يصير converge inward العين تتحرك inward يعني ليش لأنه ما يقدر يحرك اللاترال لأنه اللاترال rectus muscle صار بيها paralysis فالميديال rectus راح تسحب العين medially واضح ميديا وشكرا جزيلا